أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج حرب بلا سلاح. قبل أن أبدأ بصلب الموضوع، أود أن أتمنى لجميع الأخوة المشاهدين وللأخوة العاملين في قناة الآرامية عيد فصح سعيد، وكل عام والجميع بخير. اليوم سأطرح سؤالا وسأحاول أن أجيب عليه نظرا لأهميته. دائما نقول أحس بالذنب أو أحس بالعيب والخجل، والسؤال ما تعريف الإحساس بعقدة الذنب؟ وما تعريف الإحساس بالعيب؟ وما الفرق بين الإحساسين؟ الإحساس بعقدة الذنب هو خوفك من تقييم ضميرك لك، أما الإحساس بالعيب فهو خوفك من تقييم الناس لك. والسؤال الذي يطرح نفسه، أيهما الأفضل لتحسين سلوكيات الإنسان وبالتالي لتحسين حياته؟ فالحياة ناتج حتمي للسلوكيات. طبعا عندما تخاف من تقييم الآخرين لك، كل ما يجب أن تفعله هو أن تخفي المعصية والفعل المشين عن الناس، بالتالي الإحساس بالعيب. لا يمكن إطلاقا أن تخفي أعمالك الشريرة والمشينة عن ضميرك، ولذلك لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تهرب من عذاب الضمير. هذا هو الواقع الذي عشناه جميعنا مسلمون ومسيحيون في ظل الثقافة الإسلامية، تلك الثقافة التي زرعت الإحساس بالعيب من الناس وقتلت الإحساس بالضمير. أحد وأهم القواعد الإسلامية تقوم على إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. بناء على تلك القاعدة، يظن الإنسان أن أهم ما يفعله بعد أن يقوم بمعصية هو أن يخفيها عن الناس، وتعطيه تلك القاعدة انطباعاً أن كل شيء على خير ما يرام طالما قام بإخفاء المعصية، الأمر الذي يقتل الضمير ويحرر صاحبه من سلطته، تلك السلطة التي هي الأهم لحماية الحياة ولتحسينها. مهما كانت القوانين صارمة، لا تستطيع أن تشمل دقائق الأمور، ولا تستطيع أن تقولب سلوكيات الناس من صغيرها حتى كبيرها. الضمير أعلى سلطة من أي قانون وأشمل، وهو السلطة الأهم لضمان سلامة الحياة. تكون قادرا على ارتكاب معصية وقادرا على أن تخفيها، فلا تصل إلى القانون ولا يسمع بها حتى أقرب الناس إليك، ولكنك لا تستطيع أن تقوم بأي معصية وتخفيها عن ضميرك. لذلك ترى الرجل في تلك البلدان التي ابتليت بثقافة إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا، تراه يرتكب كل الموبقات ولا يتحرك ضميره، بينما يقتله الخجل إذا خرج إلى الناس يرتدي ثياباً لا توافق الذوق العام.
كلنا نذكر عندما كنا أطفالا، لو قمنا بأي عمل مهما كان بريئا طالما لا يوافق الخط العام، كنا نسمع من آبائنا أو جيراننا أو معلمينا عبارة عيب عليك ألا تخجل؟ هذه العبارة تردع عن كل الأعمال التي تشمئزاز الآخرين منك خوفاً منهم، ولكنها لا تردع عن المعاصي التي تستطيع أن تخفيها عن الناس. فبدلاً من أن تقول لطفلك عيب عليك ألا تخجل، يجب أن تقول من الخطأ أن ترتكب ذلك الفعل لأنه يسيء إليك ويسيء للآخرين، فتعطيه انطباعاً أن الفعل الذي قام به هو خطأ سواء رآه الآخرون أم لم يره أحد. عندها تدربه على ضرورة تجنب أي فعل خاطئ يسيء إليه وإلى الآخرين سواء شعر بالعيب من هؤلاء الآخرين أم لم يشعر. طالما تقنعه بأن الإحساس بالعيب هو السبب الذي يجب من أجله أن لا يرتكب المعصية، يصبح من السهل عليه أن يرتكبها ويخفيها. أما عندما تقنعه بأن الخطأ سواء رأى أحد وقيمه أم لم يره أحد وبالتالي لم يقيمه هو خطأ ويجب أن لا يرتكبه، لو فعلت ذلك تكون قد نميت عنده ضميرا حيا يردعه عن ذلك الخطأ، بمعنى أنه يجب أن يرتدع عن المعصية لا خوفا من الناس وإنما عن قناعة مطلقة أن المعصية خطأ. ليس هذا وحسب، بل تنمي لديه ضميرا حيا يساعده لاحقا على الاعتراف بخطئه والتراجع عنه. لا يستطيع الإنسان أن يصلح تصرفا سيئا له ما لم يعترف به أولا، يعترف به أمام ضميره وأمام الآخرين. كنت مرة أراقب برنامجا تلفزيونيا على قناة مصرية يناقش موضوع اغتصاب المحارم. اتصلت فتاة بالبرنامج وقالت أبي يستخدمني كزوجته منذ أن كنت في 12 من عمري، عمري الآن 16 سنة. تتابع الفتاة أبي الآن يراقب البرنامج من الغرفة الأخرى مع مجموعة من أصدقائه، وكلما نظرت إليه من ثقب الباب أراه يشتم ويهز رأسه مستنكراً القصص التي عرضها البرنامج. بمعنى آخر هو يتظاهر أمام الناس بأنه أشرف من عليها، بينما في الحقيقة هو رجل شرير وبلا ضمير. من أخطر نتائج ثقافة إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا ليس فقط دفع الإنسان لارتكاب المعصية وإخفائها هربا من إحساسه بالعيب، بل هناك نتيجة لا تقل سوءا، ألا وهي دفع الإنسان لمراقبة غيره وتقييمه بدلا من مراقبة نفسه وتقييم تصرفاته، وهي حقيقة يصر عليها الإسلام في كل مصادره سواء القرآن أو السيرة المحمدية أو الأحاديث. الإسلام يطالب الفرد بإصلاح غيره
وبالتالي يجرده من مسؤولية إصلاح نفسه. طالما يضع الإسلام الإنسان تحت عدسة الناس، يصبح هذا الإنسان مشغولاً بإخفاء معاصيه، ومشغولاً أيضاً بمراقبة غيره. مؤخراً انتشرت على صفحات الفيسبوك عبارة تبرهن تماماً على ما سبق وقلته. العبارة تقول: ويل لأمة تخجل من امرأة تخرج بلا حجاب، ولا تخجل من امرأة تخرج بلا حذاء. طبعاً تلك هي حقيقة معاشة في أي مجتمع إسلامي، ولا يستطيع أحد أن ينكرها. لماذا؟ لأن الحجاب يحمي المرأة وأهلها من لسع القيل والقال. الحجاب يخفي المعاصي ويخفي صاحبته من تقييم الناس، ويحمي صاحبته من تقييم الناس لها، وبالتالي يحميها من الإحساس بالعيب. أما المرأة التي تخرج بلا حذاء فالمفروض أن تحرك ضمير كل إنسان في هذا المجتمع وتشعره بأنه بشكل أو بآخر مسؤول عن عدم امتلاك تلك المرأة للحذاء، أو على الأقل تدفعه لتأمين حذاء لها. المرأة بلا حجاب هي مسؤولية المجتمع الإسلامي، لأن الحجاب يخفي المعاصي وفقاً للقاعدة الإسلامية: إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. أما المرأة بلا حذاء فلا تحرك ضميراً، لأن الثقافة الإسلامية لم تسعى يوماً ما لتبني ضميراً لدى أتباعها. دائماً نتساءل لماذا الغرب سبق العالم الإسلامي والعربي أشواطاً في مجال احترام حقوق الإنسان وتأمين حياة كريمة له. ليس هذا وحسب، بل وصل الحال في المجتمعات الإسلامية إلى درجة من سوء المعيشة دفعت بالناس إلى أن يلقوا بأنفسهم في المحيطات أمام أحد خيارين: الموت أو الوصول إلى الغرب. الفرق بين العالمين الغربي والإسلامي هو تماماً يجسد الفرق بين الإحساس بالعيب والإحساس بعذاب الضمير. الغرب الذي بنى حضارته على القيم المسيحية سعى لخلق إنسان لا يهمه العالم، قابل أن يربح نفسه، بناء على قول السيد المسيح بما معناه: ما ينفع الإنسان لو ربح العالم وخسر نفسه. لقد لاحظت الفرق بين الثقافتين. هل لاحظتم الفرق بين الثقافتين الإسلامية التي تقوم على إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا، والتي تحميك من تقييم الناس لك، وبين الغربية: ما ينفع الإنسان لو ربح العالم وخسر نفسه، التي تخلق لدى الفرد ضميرا حيا لا يخشى في الحق لومة لائم. الإنسان في الغرب لا يحتاج لأن يخفي المعصية، إذ لا خوف من العيب في ثقافته، لكنه يحتاج أن يسعى لربح نفسه. وهل يربح الإنسان نفسه إلا إذا سمح لسلطة ضميره أن تحكمه؟ الثقافة الإسلامية تطالب المسلم بإصلاح غيره، أما الثقافة الغربية المبنية على المسيحية فتطالب الإنسان أن يصلح نفسه. لا يستطيع إنسان على سطح الأرض
أن يصلح غيره ما لم يكن قادراً على أن يصلح نفسه. كلنا نعرف الممثل الأمريكي المعروف بيل كاسبي الذي اشتهر في معظم أدواره بدور الأب المهتم بتربية أولاده وتربطه علاقة جيدة مع أهل بيته. مؤخراً تقدمت بعض النساء اللواتي سبق واشتغلنا مع السيد كاسبي، تقدمنا إلى المحكمة بدعوى ضده بتهمة التحرش الجنسي. كنت أستمع مرة إلى برنامج إذاعي استضاف خلاله مقدم البرنامج رجل دين أمريكي. في سياق المقابلة سأله عن رأيه بالممثل بيل كاسبي، فرد رجل الدين، انتبهوا إلى الرد، لم أنتهي بعد من تقييم نفسي كي أتفرغ للحكم على غيري. تصوروا هذا الجواب. في البداية ذهلتني سرعة بديهة هذا الرجل ليرد بتلك الطريقة المؤدبة والخلوقة، لكنني لاحقا فكرت في الأمر مليا ولاحظت أنها ليست مجرد سرعة بديهة، وإنما هي طريقة حياة. هذا الرجل يعلم أنه كرجل دين مسيحي ملزم أن يدعو أتباعه إلى إصلاح أنفسهم وإقناعهم بأن كل إنسان معني بإصلاح نفسه قبل غيره. نعم، رجل الدين هذا هو نتاج ثقافة من منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر. تلك الثقافة التي تحض على إن الإنسان ملزم بإعادة النظر في أعماله والاعتراف بمعاصيه والسعي لإصلاحها وليس ملزماً بإصلاح غيره. في هكذا ثقافة تبقى العلاقات بين الناس سليمة ومحترمة، بعكس الثقافة التي تطالب أهلها كل منهم بمراقبة إصلاح الغير، الأمر الذي يؤذم العلاقات في المجتمع الواحد، فكل واحد فيه يخاف من الآخر. تصوروا معي لو سئل رجل دين مسلم عن رأيه بالفنانة الفلانية كيف سيكون رده؟ كيف تتصور سيكون رده؟ لدينا شريط للشيخ وجدي غنيم يعطي رأيه بفنان مصر وتحديدا بالسيدة الفنانة المبدعة إلهام شاهين. دعونا نستمع إلى تقييم الشيخ لهؤلاء النساء الذين طالما قدموا لنا فناً أمتع الناس وعلمهم الكثير من الدروس. أريدكم أعزائي المشاهدين أن تلاحظوا الفرق بين رأي الشيخ وجدي غنيم بالفنانات وبين عبارة رجل الدين المسيحي عندما طلب منه أن يعطي رأيه بممثل أمريكي متهم بالتحرش الجنسي. لنعرض الشريط ولنراقبه معا ثم نعلق عليه. يتساءل الشيخ وجدي غنيم، كم واحد اعتلاك باسم الفن؟ هذا سؤال يعكس
انعكس شيئاً الانحطاط الأخلاقي الذي وصل إليه هذا المخلوق. طبعاً لا شك أن حريم الشيخ وجدي يلبسن الجلباب من أعلى رؤوسهن إلى أخمص أقدامهن، ولا أحد يستطيع أن يقيم هؤلاء النسوة، لأن الحجاب يستر المعاصي. طبعاً طالما المرأة في ثقافة الشيخ وجدي مبرقعة بالحجاب، هي امرأة خلوق، علماً بأنه لا أحد يعرف ما يجري تحت هذا النقاب. لقد رأينا فيديوهات لنساء محجبات يسرقن ويمارسن الجنس ويعرضن صوراً لأجسادهن العارية على اليوتيوب والفيسبوك، فقد يقمن بإخفاء وجوههن. طبعاً أنا لست هنا لأقيم هؤلاء النساء، ولكن لأطحد موقف الشيخ وجدي الذي ينقض الضمير الحي وحسن الخلق. افتقار الشيخ غنيم للأخلاق يسمح له أن يتطاول على كل امرأة لا ترتدي الحجاب، لأنه لم يكتسب يوما ضميرا حيا من ثقافته وتعاليمه تعلمه أن الحكم على امرأة لمجرد أنها فنانة أو غير محجبة هو بحد ذاته معصية ولا يمت إلى الأخلاق بصلة. لقد بنيت العقيدة الإسلامية التي يؤمن بها الشيخ وجدي غنيم بنيت على إصلاح الآخر، بعكس كل الديانات الأخرى التي طالبت أتباعها بإصلاح أنفسهم. عندما تقرأ القرآن تجد الكثير من آياته يطالبنا المسلم بعقاب الآخر المتمرد على تعاليم الإسلام ومفاهيمه، ومن النادر جدا أن تقرأ آية تطالب الشخص نفسه بأن يحسن أخلاقه ويصلح نفسه. على سبيل المثال لا الحصر، الآية تقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. دعونا نضع الإرهاب الذي تجسده تلك الآية على طرف، ونطرح سؤالا يخص ناحية أخرى: من سيقوم عملية القتل والصلب وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف؟ هل سيكون ذلك الشخص منزه عن كل فساد في الأرض كي يعاقب من يفسد؟ لو جاءت الآية لتحذر الإنسان من الفساد في الأرض وتطالبه أن يصلح نفسه وأن يكون مسؤولاً عن إفسادها وإصلاحها، أفليس أفضل بمليون مرة من أن تطالب كل إنسان أن يكون رقيباً ومحاسباً للآخر؟ قلنا أن القاعدة الإسلامية أول ما تطالب المرتكب لمعصية أن يتستر على معصيته. هل يساهم هذا التستر في إصلاح الشخص المرتكب للمعصية؟ هل يساهم في تحسين سلوكياته؟ وبالتالي ما أثر تلك الثقافة على المجتمع ككل؟ يرتفع لدى الشخص من إحساسه بالخوف من تقييم الناس له، وينخفض مستوى إحساسه بالخوف من تقييم ضميره له، الأمر الذي يجعل من التستر على المعصية
وسيلة لإقالة الضمير وارتكاب الموبقات طالما يتم الأمر خلف ستار ولا أحد يسمع أو يرى. طبعاً كما أشرت سابقاً، لم يكن الحجاب المفروض على المرأة في الثقافة الإسلامية إلا وسيلة للتستر على المعصية، فالعائلة تكون في مأمن طالما تلبس النساء فيها الحجاب، تكون في مأمن من القيل والقال بغض النظر عن سلوكيات تلك النسوة اللواتي يرتدن الحجاب. لست هنا لأشهر بالسيدات المحجبات، والأمر لا يعنيني، بل على العكس، أنا أؤمن أن المرأة الصالحة ستكون صالحة ولو مشت ببردها في أي شارع في أي بلد، وكذلك المرأة السيئة ستكون سيئة ولو تبرقعت بالحديد. لدينا شريط لسيدة محجبة. من خلال مراقبتنا للشريط ندرك كيف تجسدت ثقافة إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. لو قابل الشيخ وجد غنيم أو أي شيخ مسلم آخر تلك المرأة لقال عنها هي محجبة فهي صالحة وملتزمة بآداب دينها، ولو بالمقابل رآها بدون حجاب لقال كم رجل اعتلاها بحجة السفور. طبعا كما رأينا في الشريط السابق، لا يتورع أن يتهم أي امرأة غير محجبة بأية تهمة، لأن ثقافته لم تزوده بضمير حي يجبره على أن يفحص تاريخه إن بلا خطيئة كي يرميها بتهمة. دعونا نرى شريط السيدة المحجبة معا ثم نعلق عليه. أعزائي المشاهدين، كما رأينا في الشريط، السيدة محجبة ولصة محترفة. الطريقة التي تحاول أن تسبق بها حقائب الآخرين تدل على احترافها لتلك المهنة. ليس هذا وحسب، بل هي ترتكب معصية السرقة بكل هدوء وأمام أطفالها دون أدنى وازع من ضمير، كي تحترم على الأقل الحجاب الذي يفترض أن يكون حدا دينيا، وأن تخاف على أطفالها من أن يجدوا في سلوكها قدوة لهم. وطالما هي محجبة تمشي في الشارع مرفوع رأس وضامنة لجنة الخلود بدون أدنى شك، هذه المرأة اتخذت من حجابها طريقة لتخفي بها معاصيها. ألم تقل لها ثقافتها الإسلامية إذا ابتليتم بالمعصية فاخفوها؟ تصوروا معي لو جاءت تلك القاعدة بشكل مختلف، كأن تقول إذا ابتليتم بالمعاصي فاعترفوا بها لشخص من شأنه أن يساعدكم على تصحيح سلوككم، كم كان الأمر مختلفا. لو جاءت بهذا الشخص، ألم يكن هناك احتمال أن هذا الأب الذي يعتدي على ابنته جنسيا لسنوات أن يصحو ضميره ويعترف لطبيبه أو لزوجته أو لشخص ما في حياته كي يرشده خارج معصيته؟ لقد قالت القاعدة إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا، وانتهت عند كلمة استتروا، وكأنه هذا كل ما هو من المفروض أن يفعله
من يرتكب المعصية دون أن تشير إلى أن عليه أن يعمل شيئاً آخر، شيئاً ما، لإصلاح سلوكه وتجنب مزيداً من المعاصي. في أمريكا وفي أي بلد يحترم إنسانه يوجد خطوط لهواتف تسمى هوت لاينز، الخطوط الساخنة. كل خط يتعلق بقضية ما، مثلاً بقضية الاغتصاب، بقضية التعذيب الجسدي، بقضية التعذيب العاطفي، بقضية الكآبة، بقضية الانتحار. الناس تتصل لتخبر عن شخص ما يتعرض لنوع من الإساءة أو يقوم هو نفسه بالإساءة. طبعاً الناس تتصل وليس شرطاً أن تفصح عن اسمها، وبعد الاتصال تقوم الجهات المعنية بالتواصل مع الشخص المعني بالأمر، ومن ثم اتخاذ الخطوات العلاجية أو القانونية اللازمة. هذا في المجتمعات الغربية. أما في مجتمعاتنا الإسلامية فالأب يغتصب ابنته على مدار سنين، وعندما يراقب برنامجاً يتناول اغتصاب المحارم يهز رأسه مستنكراً، لأن ضميره في غفوة طالما هو قادر على أن يخفي معصيته. أعزائي المشاهدين، زرعوا بذرة الضمير في أطفالكم، حرروهم من الخوف من الناس، وعلموهم أن السلوك السيء مرفوض سواء رآهم أحد أم لم يرهم. هكذا تساهمون في بناء مجتمع أسلم وأكثر عافية. شكراً لإصغائكم. أعود بكم الآن إلى استديوهات الآرامية لنتواصل من هناك. ومن استوديوهات الآرامية نحييك دكتورة وفاء، ونحيي مشاهدي هذه الشاشة وبرنامج حرب بلا سلاح. أنتم الآن على موعد أن تتصلوا معنا بهذا البرنامج. الأرقام باستمرار بتكون موجودة على الشاشة. بنرحب بيكم. بعد هذا الفاصل هنسمع منكم ونتلقى مداخلاتكم وتواصلكم مع الدكتورة وفاء سلطان. نعود بعد قليل. بنرحب بكم أحبائنا المشاهدين، هذا هو موعد لقائكم معنا وتواصلكم مع الدكتورة وفاء سلطان من خلال هذه الحلقة، وموضوعها شيق جدا، ثقافة العيب في الإسلام. هناك الكثير والكثير سوف تضيف أيضا من خلال تواصلها معكم ومداخلاتكم أسئلتكم معنا. خلينا الآن ناخد اتصال معانا. نبيلة من كندا، بنرحب بيكي. اهلا نبيلة من كندا، تفضلي. اهلا. سلام رب السلام والرحمة والحق يسوع المسيح الاله الواحد. اهلا بيكي. سلامي لك والدكتورة وفاء. قريت بالتواصل الاجتماعي مقولة كلش حلوة، لا يؤثر على العقل الا العقل اي الضمير. فتشوفين الألمان والدول المتطورة من يسوون الخير ليس خوفا من الإله اللي يعذبهم، ولا الجنة الإسلامية اللي وعدهم بها بالحوريات وحور العين. كذلك بالقانون الكندي، قوانين المجتمعات المتقدمة. فشوفين ندرس بيتنا أخلاقيات المهنة، يعني كطبيب كصيدلي، أنا كصيدلانية، فدرسنا أخلاقيات المهنة، وهي أن عامل المريض كلهم على نفس الشيء، ما نفرق لا الدين ولا اللون ولا المذهب ولا شيء. وحتى إذا إجا المريض للصيدلية وسرق اللي هو أدوية ناركوتيك المسكنة اللي يأخذوها أكثر من صيدلية ويروحون يبيعوها، بالقانون الكندي نعاملهم كإنسان بكل احترام، أبد ما نكذبهم ويقطعون إيدهم حسب الشريعة الإسلامية، وإنما نرجع للطبيب أو نقول له هذه الوصفة فيها خطأ ما، بكل احترام وبكل محبة. فتشوفين بهكذا حال تصلح الأمور، هي بالتقطيع الأيدي ولا بالخوف ولا بالسيطرة. ورب العدل والسلام معكم، وإن شاء الله نشوفكم. شكرا. دائما خير وصحة وعافية. شكرا أخت نبيلة. شكرا جزيلا أخت نبيلة. معك أيضا دكتورة وفاء. معك دكتورة عصام من مصر،
بنرحب بالدكتور عصام. اهلا، تفضل. مساء الخير يا استاذه نوال. مساء الخير لحضرتك، اهلا بيك. مساء الخير يا سلطانه. هلا دكتور عصام، اهلا وسهلا. زي ما قالت الاستاذه نوال، فعلا الموضوع شيق جدا. وهتكلم في نقطتين بس. حضرتك ليكي مقالة في الحوار المتمدين، أنا فاكر التعليقة بتاعتك إن أنت استغربتي من المقولة اللي بتقول الحسنات تذهبن السيئات. الكلمة العبارة دي أنت علقتي عليها بمعنى إن هذا تشجيع أو تحريض على عمل السيئة، لأن كان مفروض يتقال العكس. حضرتك فاكرة مقالك طبعا. طبعا اكيد طبعا. ده اكبر دليل على الموضوع بتاعك. هقول نقطه ثانيه بعد اذن حضرتك. لما يجي حد يربي ابنه ويقول له ما تشتمش حد يا حمار، كده يبقى بيعلمه ايه؟ القران او اله القران بيقول ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. وفي ذات الوقت يقول على اليهود أحفاد القردة والخنازير، وفي أغلب آياته يكفر المسيحيين. ما عنديش إضافة تانية، وهسيب لحضرتك التعليق. شكرا لك. نقطتان في غاية الأهمية. شكرا لك. بنشكر الدكتور عصام. ومعنا الآن اتصال على الفايبر. معنا اتصال على الفايبر، تفضل. مين معنا؟ الو، مرحب بيك. مين معنا؟ مرحبا، انا الياس. اهلا بيك اخونا الياس، تفضل. مساء الخير، كيفكم؟ يا اهلا. اهلا اخي الياس، كيف الصحة؟ الله يبارككم ويعطيكم القوة والعافية. الله يسلمك. كيفك دكتورة وفاء؟ ان شاء الله بخير. انا بخير ان شاء الله، انت تكون بخير كمان. الله يخليكم. في عندي نقطة وسؤال للدكتورة وفاء، كونها سورية وأنا سوري، يعني في إمكاني خارج الحلقة؟ تفضل. بدي أسأل سؤال بس بالنسبة هدول الدول اللي عم تبعث سلاح لهدول الإرهابيين، وهدول اللي عم يقولوا عن حالهم أنه يعني معتدلين، مو معتدلين، كلهم إرهابيين. هالأسلحة هاي اللي عم تبعتها الدول، إن كان أمريكا وإن كان أوروبا، عم يضربوا فيها المدن الآمنة بسوريا. وأنا من منطقة غربي حما 50 كيلومتر، منطقة آمنة ومنطقة كلها مسيحية. كل يومين ثلاثة بيضربونا صواريخ، كل يومين ثلاثة بيضربونا صواريخ، يعني وتهديد ووعيد. ليش؟ ما بعرف. فبدي بس وصل الصوت هذا، ما عرفت عن اي طريق. قلت بحكي مع الدكتوره وفاء كونها سوري. شكرا لثقتك فيني، شكرا كثير لك. الامر يؤلمني كما يؤلمك. شكرا لك اخ الياس. شكرا للاخ الياس. معنا مداخله من الاخ محمود من العراق. محمود من العراق، بنرحب بك. السلام عليكم. مرحب بك، اهلا وسهلا. سلام لك، تفضل. دكتورة وفاء. أيوة أخي محمود، أنا معك. سمعيني؟ سامعتك، تفضل. لا، أنا متابع، يعني أشكر قناة الآرامية اللي خلتنا نتكلم معك، لأنه أنا متابع مناقشاتك ومحاضراتك عن طريق اليوتيوب قبل ما تطلعين بالقناة الآرامية. بس أنا أرجع أعرف، اعتنقتي الديانة المسيحية؟ أنا أدربك في بلادي، يعني مثل تنين الجهة. أنا أرد أعرف اعتنقتي الديانة المسيحية. نوال، أتمنى أن تكوني عم تفهمي مداخلة الأخ محمود، لأن الصوت هناك ما وصل واضح. هو يعني اليوم لا أعلم، صوتك غير واضح أخ محمود. يا ريت لو عايز أقول يا ريت لو تحب تتصل. الصوت زين هسه؟ تفضل. ألو، الصوت زين؟ أيوة، تفضل أخي محمود. أنا أقول، أنا قبل ما تطلعين بقناة الآرامية، أنا متابع، يعني متابع محاضراتك ومناقشاتك مع الشيوخ ومع هذا، فأشكر قناة الآرامية اللي خلتنا نتكلم معك، يعني هذا قصدي أقوله.
بس انا سؤالي انت يعني انا ادري انت بلا يعني ما تنتمين الى جهه معينه، وجودك بقناه الاراميه يعني انت انتميتي للديانه المسيحيه؟ هل بيسالك يا دكتوره وجودك في قناه الاراميه هل تنتمين الى الديانه المسيحيه؟ هذا هو سؤالك. عندك اي سؤال ثاني؟ وصل السؤال وبالتاكيد ساجيب عليه. عندك سؤال ثاني اخ محمود ولا خلصت؟ لا خلصت، ما عندي بعد سؤال. طيب نشكرك وشكرا، بنرحب بك دائما اخي محمود على السؤال، بالتاكيد ساتطرق اليه. طيب دكتورة وفاء سلطان، كان لدينا الاخت نبيله، دكتور عصام، الاخ الياس، ومؤخرا الاخ محمود. إليك التعليق على هذه الاتصالات، وهنواصل بنقول أحبائنا المشاهدين خطوطنا مفتوحة. تفضلي دكتورة. اتصلت الأخت نبيلة وأشارت إلى أنها تمتهن مهنة الصيدلة في كندا، وأشارت إلى كيف تعلمت أخلاقيات المهنة. من ضمن تلك الأخلاقيات أن يعامل جميع الناس بالمثل، لا فرق بين لون وعرق وتوجه ولغة. وأشارت إلى شيء في غاية الأهمية، حتى من يحاول أن يسرق من الصيدلية يجب أن يعامل باحترام. وأشارت وقارنت هذا الخلق بالخلق الذي يأمر بقطع يد السارق. طبعا على الفيسبوك وفي الميديا الاجتماعية وعبر الإيميل أتحاور مع الكثيرين من الإخوة المسلمين، وهم يدافعون عن إرهاب آية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طبعا يدافعون عنها بأنها تردع عن السرقة. طيب للسرقة أسباب كثيرة، في الطب النفسي وفي علم النفس مثبت أن البعض يسرقون ليس للحاجة وإنما لمرض نفسي متأصل فيهم. هل من الأخلاق بمكان أن تقطع يد السارق؟ والسؤال الذي يطرح نفسه، ردعت تلك الآية المسلمين عن السرقات وعن الغش وعن الفساد في أي بلد إسلامي أو عربي؟ أعتقد أن أعلى معدل لتلك الأفعال السيئة ولتلك المعاصي موجود حتما في البلدان الإسلامية، ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك. طبعا الآية تتناول السارق ولا تتناول حق الضحية المسروق، هذا دليل على أنها حكم ناقص ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، لأن شركات التأمين هم بتأمن للإنسان الضحية الذي تعرض للسرقة، والقانون يطال الشخص الذي سرق، وقبل أن يطاله يطلع على كل الأسباب التي دفعت هذا الشخص إلى السرقة. منذ فترة قرأت عن امرأة أمريكية ضبطت في أحد المحلات التجارية تسرق علب لحمة، علب معلبة، علب بعض الطعام المعلب. طبعا ضبطوها واتصلوا بالبوليس، وعندما جاء رجل البوليس انفجرت بالبكاء وقالت لقد تركت 3 أطفال في البيت يتضورون جوعا. وركبت البوليس أشار إليها أن تركب في سيارته بعد أن ملأ مخزن السيارة بالطعام من كل الأنواع، وقادها إلى بيتها ليتأكد من صحة ادعائها. وفعلا كان هناك 3 أطفال تدورون جوعا، وهناك قوانين تحمي الفقراء وتساعد الفقراء. يبدو أن هذه السيدة مهاجرة جديدة ولم تكن تدري بتلك القوانين. فورا اتصلوا بالسوشيال وركر أو عاملة الضمان الاجتماعي
لكي تدرس الحالة وتساعد تلك المرأة على تجاوز المعصية وعلى اتباع الطريق الصحيح لمساعدتها ولمساعدة أطفالها. هكذا يكون العقاب. أما تقطع يد السارق بدون أن تعرف الأسباب الخفية للسرقة، لو جاءت الآية إذا سرق أحدهم عليكم أن تعرفوا أسباب السرقة وعليكم أن تساعدوه ليخرج من فقره أو ليخرج من حاجته، لو جاءت الآية لتؤكد على مسؤولية كل فرد في المجتمع أمام امرأة تمشي بلا حذاء أو أمام شخص يتضور جوعا، لكان وضع العالم الإسلامي أفضل بمليون مرة. الدكتور عصام أشار إلى نقطتين في غاية الأهمية. النقطة الأولى أخذها من إحدى مقالاتي التي نشرت في أحد المواقع، والتي تطرقت فيها إلى إصرار القرآن على أن الحسنات يذهبن السيئات، والأصول أن السيئة تذهب 10 حسنات، لأن قول أن الحسنات يذهبن السيئات يشجع. طبعا بالإسلام معروف أن النص تكفر عن ما تقدم وما تأخر من الذنب، إذا الإنسان المسلم بإمكانه يرتكب كل الموبقات وبيصلي 5 صلوات في النهار، وبذلك يستطيع أن يحمي نفسه من العقاب. كلنا نعرف في أمريكا بطاقات الائتمان، وكلنا نعرف أن لكل شخص في أمريكا كريديت سكور تتراوح من 300 إلى 800 أو ربما أقل من 800. نظام بطاقات الائتمان أو نظام علامة الائتمان، كيف توضع تلك العلامة؟ أي خطأ بيرتكبه الشخص، أي خطأ، لا تبنى العلامة على فضائل الشخص وإنما تبنى على مساوئه. أي خطأ إذا تأخر يوما واحدا بدفع الفاتورة المستحقة تهبط علامة الائتمان. السيئة هي التي تذهب أو تخفض علامته، وليست الحسنة هي التي ترفع تلك العلامة. هذه النقطة نعم أشرت إليها في إحدى مقالاتي. ويتساءل الدكتور عصام، ما بالك أن تقول لطفلك على سبيل المثال لا تشتم أحد يا حمار، كيف تردعه عن الشتيمة وأنت في الوقت نفسه تشتم؟ وأشار إلى إحدى الآيات التي تقول ادفع بالتي هي أحسن، وفي الوقت نفسه يعتبر القرآن اليهود من أحفاد القردة والخنازير. طبعا وأنا أحب أن أضيف إلى المثل الذي أتى به الدكتور عصام في آية إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. الآية يقال أنها وضعت ردا على أحد أعداء محمد الذي كان يشتمه بالأبتر باعتبار أنه لا ولد له، فنزلت الآية إن شانئك هو الأبتر. تصوروا أن يرد الله على الشتيمة بشتيمة مثلها. كمان وقت زوجة أبي عندما يقول حمالة الحطب، هل يعقل أن يصف الله سيدة بعبارة حمالة الحطب؟ وأين الخلل في أن تحمل الحطب؟ كتير في نساء بقرانا بيشتغلوا بالتحطيب، بيشتغلوا لاستخدامه لأغراض منزلية أو لبيعه. أين الخلل في أن تكون المرأة حمالة حطب؟ الأخ إلياس اتصل بنا من سوريا ليعبر عن آلامه تلك
الآلام التي نعيشها حتى ونحن بعيدون عن الوطن. قال إن هؤلاء إن الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا تزود هؤلاء الإرهابيين بالأسلحة التي يستخدمونها لضرب المدن الآمنة، وقال إنه من قرية كل سكانها مسيحيين في غرب حماة ويتلقون كل يوم صواريخ من هؤلاء الفئات الإرهابية. يا أخ الياس، ليس لدي جواب. الوضع في سوريا معقد جدا، ودائما أتجنب إعطاء رأيي في وضع لا أفهم تفاصيله. دائما أتجنب أن أعطي رأيي بوضع لا أفهم تفاصيله. الواقع في سوريا معقد جدا، وهو كصحن المعكرونة تحاول أن تمسك طرف الخيط ليضيع منك الطرف الآخر. الآلام التي تعيشونها في سوريا أعيشها يوما، وهي تطحنني كل يوم مليون مرة. ليس لدي جواب. كل ما هنالك أن نبتهل أن يضع الله حدا لتلك الكارثة الإنسانية. الأخ محمود من العراق يتساءل، هو اطلع على المقابلات حتى قبل وجودي على قناة الآرامية، وهو تشكر مشكورا قناة الآرامية التي سمحت له بأن يتواصل معي، وطرح سؤالا، أنت تدعين بما معناه أنك منين بأي دين، فلماذا أنت على قناة مسيحية؟ ثق يا أخي محمود، سأكون على قناة يهودية وعلى قناة بوذية وعلى قناة الملحدين طالما القائمون على تلك القنوات يعطوني فرصة لأن أعبر بها عن أفكاري. منذ حوالي أسبوعين أجرت معي قناة للملحدين مقابلة استمرت أكثر من ساعتين. طبعا هذا لا يعني أنني ملحدة، فأنا لست ملحدة، أنا أؤمن بالله وأنا فخورة بمفهومي لهذا الإله. أنا على قناة مسيحية وأشكر من أعماق قلبي السيد باسم رئيس القناة الذي أعطاني تلك الفرصة الذهبية لكي أطلع الناس الذين يشاهدون هذا البرنامج على أفكاري، ولكي أتواصل معهم ونصل معا أرضية مشتركة. مرة أخرى أود أن أعيد وأكرر وأبرهن للسيد محمود، لو أن قناة يهودية أو بوذية أو هندوسية أو حتى إسلامية، أنا أتحدى أي قناة إسلامية تعطيني فرصة وتحترم حقي في إعطاء رأيي. أنا كنت على قناة الجزيرة والكل يعرف إسلامية قناة الجزيرة، والكل يعرف أن القائمين على قناة الجزيرة هم إسلاميون. لا أحد من المسلمين يسألني لماذا كنت على قناة إسلامية، فلماذا تصرون وتسألون لماذا أنا على قناة مسيحية؟ أنتهز الفرصة لأشكر مرة أخرى ومن أعماق قلبي جميع القائمين على قناة الآرامية. شكرا للأخ محمود، شكرا لكل الأخوة الذين اتصلوا. أعود بكم إلى الأخ نوال. وعودة إلى اتصالاتكم، معنا اتصالات، ولو أنه حديثك دكتورة وفاء يعني فتح شهيتي إلى أن أضع بعض الآيات، لأنك ذكرتي بعض المقاطع الآيات المقابلة، وأنت أيضا استشهدتي
بآيات من الكتاب المقدس من العهد الجديد، لكن هو أعطي دائما الأولوية إلى المتصلين. برحب بالأخ يوحنا معانا، تفضل. هلا ومرحبا، سلام ونعمة. أهلا بك. ومحبة للأخت الدكتورة وفاء سلطان وللأخت نوال المباركين. أهلا بك. أهلا. عندي نقطتين بالنسبة لهذا الموضوع الحلقة المهمة. واحد، أن التعاليم الإسلامية الخاطئة تفرض على المرأة لبس الحجاب والنقاب والبرقع والتنكر، ظنا منها أن هذه الأغطية الخارجية سوف تحميها من الخطايا والأفكار السيئة والشرور والأفكار السوداء في قلبها وفكرها، بل بالعكس إن ذلك سيزيد من تلك الأفكار في داخل قلبها وفكرها. الاثنين، التنكر الخارجي، قال السيد المسيح في الكتاب المقدس أنه الإنسان الشرير من قلبه الشرير يخرج ما هو الشرير، والإنسان الصالح من قلبه الصالح يخرج ما هو صالح، أي أن الإنسان هو من داخل قلبه وأفكاره تخرج الأشياء الجيدة أو غير الجيدة. إن أفكار الانتقاد والعيوب للآخرين قد أصبحت في هذه التعاليم المتطرفة ضرورية وكمؤشر على عدم الثقة والشك، في حين أن السيد المسيح له كل ما قد قال في الكتاب المقدس هذه الآية الحقة، وهي أخرج القذى من عينك أولا ثم بعد ذلك تستطيع أن تخرج القذى في عين أخيك، أي أنه أولا انظر إلى العيوب والأخطاء في داخلك قبل أن تنتقد الآخرين وتتهمهم بالأخطاء والعيوب. وشكرا جزيلا على هذه الدكتورة وفاء سلطان والأخت. شكرا لك. شكرا أخ يوحنا. معنا أيضا من أصدقاء المستديمين لبرامج الآرامية أم نور، برحب بيكي. أهلا بيكي أختي، تفضلي أم نور. طيب، في مشكلة في التواصل مع أم نور، هترجع تاني. ناخد اتصال من ليندا. معنا الأخت ليندا، تفضلي. مرحبا أخت نوال. يا أهلا وسهلا. مرحبا دكتورة وفاء. ميت مرحبا أخت ليندا، ميت مرحبا، أهلا وسهلا فيكي. شكرا. شكرا لاختيارك هذا الموضوع، وكالعادة تبدعين في الطرح والتقديم واختيار الفيديوهات. وهذا الموضوع كلنا عانينا منه العيب، ونتيجته كانت الخجل وعدم الثقة بالنفس. بالنسبة للثقافة المسيحية التي علمتنا على لسان سيدنا المسيح له المجد، لا تدينوا لألا تدانوا، وأيضا قال يا من رائي اقلع الخجبة من عينك لترى القصة التي في عين أخيك، بعكس الثقافة الإسلامية لا تعرف سوى أن تتهم وتدين الآخر وتتمادى في التطاول والتجريح، كما فعل هذا الرجل الغريب الأطوار على فنانة محترمة التي أنا أحبها شخصيا لأنها شجاعة وصادقة وإنسانة جميلة جدا من الداخل والخارج. شكرا جزيلا لكم. شكرا إليك. أشكرك أختي ليندا. معنا اتصال من الأخ عيسى من أمريكا. أخ عيسى تفضل. مرحبا بك. مرحبا. يا أهلا. نعم حضرتك، عاوز أوضح حاجة في اللوين 21:9، مش موجود إذا تدنست ابنة كاهن بالزنا فقد دنست أباها بالنار تحرق. ده واحد. في الإنجيل كورنوس الأولى 11:6، إذا المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها، وإن كانت قبيحة بالمرأة أن تقص أو تقص. أخ عيسى لو سمحت عفوا للمقاطعة، رجاء بس عيد من الأول وبهدوء ببطء حتى إن إحنا نقدر يعني نتابع حديثك. في سفر اللوين موجود في 9:21، إذا تدنست ابنة كاهن بالزنا فقد دنست أباها بالنار تحرق. هذا شيء صريح بأن الزانية تحرق بدون وجود الأربع شهود أو الإثباتات أو أي شيء. أوكي. أوكي. وفي سفر التثنية 13:22، إذا اتخذ رجل امرأة وحين دخل عليها أبغضها ونسب إليها أسباب كلام وأشاع عنها اسم الرديان، وقال هذه المرأة اتخذتها ولما دنوت منها لم أجد لها عذرا، فيخرجون الفتاة إلى باب بيت أبيها ويرجموها
رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت، إنها حملت قباحة في إسرائيل بزناها في بيت أبيها، فتنزع الشر من وسطك. التثنية 22-13. طيب ما هو سؤال الأخ عيسى بعد ذكر تلك الآيات؟ لم يحدد الأخ عيسى ماذا يقصد تحديد. ما هو سؤالك أخ عيسى؟ السؤال في تفسير هذه الآيات، يعني أنتم بتتكلموا في الإسلام، الإسلام لما بيكون زنا بيقول لك أربع شهود، وهذا للتخفيف، عشان يعني هو عارف ما فيش حد يجيب أربع شهود، عشان كده بيخفف على المرأة، يعني نادر لما تحصل حالة الرجل، لكن إذا ما فيش لا إثبات ولا أي شيء، على طول إن بالنار تحرق والرجم على طول، ما فيش بدون إثباتات أو أي شيء. أوكي أخت نوال، أتمنى أن تكوني قد استوعبت مداخلة الأخ عيسى. تمام، أنا هقول لك يا دكتور، هو جاب شاهدين ويشكر، يعني واحد من سفر اللاويين والتاني من سفر التثنية، والاثنين بيقولوا ماذا تقول الشريعة الإسلامية إذا زنت امرأة، إذا تدنست ابنة الكاهن، وكانت في الشريعة اليهودية عقاب الزنا لما هو الرجم، بيقارن بالشريعة ما قالته الشريعة الإسلامية في إثبات حالة الزنا، لازم أن يكون هناك إثبات، وتعرفي الإثبات بإحضار أربعة شهود. بيقول أنه دي رحمة بقى من الشريعة الإسلامية، أنه صعب جدا أن احنا نجيب أربع شهود، فهناك رحمة من النادر أن احنا نجد أربع شهود لإثبات حالة الزنا. وبيقارن بقى ما بين العقوبة لهذه الخطية في الشريعة اليهودية، بينما كم هي رحيمة الشريعة الإسلامية إذا عقوبتها. أرجو أن أنا أكون وصلت المعنى. شكراً إليك. شكراً. ناخد نتابع معنا أم نور، تفضلي. سلام المسيح. معاكي أيضاً، أهلاً. أنا عندي سؤال للدكتورة وفاء إذا أمكن. سؤالي هو يعني التناقض الموجود بالقرآن بتقطيع أيادي المسلمين بالسرقة الغريبة لهذا الإله، ويحلل الغزو والسرقة لمحمد بشرط أنه خمس من هذه الغزو والسرقة هو لإله الإسلام، فكان المفروض الأولى هو تقطيع أيادي وأرجل محمد قبل البشر، فأريد تحليل لهذا التناقض الإله الإسلام. شكراً اللي إليك أخ. شكراً إليك أخت أم النور. شكراً جزيلاً. هنتابع معك دكتورة، معك نصرت من ألمانيا. أخ نصرت أهلاً بيك، تفضل. طيب مساء الخير لكم. مساء الخير، اهلا بيك. اهلا اخي نصرت. انا ونصرت سوا، تحياتي دكتوره وفاء. انا ماهر صديقك البرلين. اهلا اهلا اخي ماهر، من هيك عم بقول ليش ضوى الاستديو متاري ماهر على الأرض. هاي نصرت جنبي بس قال لي احكي عني انت. تحياتي دكتوره نوال ودكتور وفاء، اهلا بيك، مرحبا. اولا نعزي الناس اللي اهالي الناس اللي سقطوا اليوم بشاحنه الارهاب المحمديه في ستوكهولم امستردام، وما زالت شاحنات الاسلام تضرب في كل مكان، وما زلنا نقول ليس له علاقه بالإسلام. من خلفيه اسلاميه، هل هذا صحيح؟ نعم، حضرتك من خلفيه اسلاميه، صحيح؟ ولا أفتخر، نعم في إسلامية ولكن لا أفتخر. شهد من أهله. تعزينا فعلا لهذه الضحايا اللي عم تسقط كل يوم. أكيد. عم تضرب عواصم وناس، ناس فتحوا أحضانهم لهاللاجئين، وباسم الإسلام بدأوا يدهسوا، احمل سيف، اركب شاحنة، ولكن ادهس كما كان يدهس محمد بني قريظة وبني اكزاكتلي. طبعا تحياتي يا دكتورة وفاء، وانا سعيد جدا. شكرا لك، شكرا برنامجك. شكرا
الأخير أتمنى أن تبقى من مشاهدي الآرامية. هل نأتي على مناقشة المداخلات أخت نوال؟ سأعطيك بعد أن تسمعي مداخلة أحمد من الأردن. أخ أحمد من الأردن تفضل. مساء الخير. مساء الخير أخ أحمد، أهلا بك. أهلا أخي أحمد. الله يحييك ستي. أنا لاحظت على البرنامج وعلى اسم الحلقة سياسة العيب أو ثقافة العيب في الإسلام. بالنسبة للسرقة أنت عملتي مبرر أنه إذا الإنسان محتاج يسرق، هذا صحيح بالإسلام موجود هذا الحكي. إذا كان محتاج وسرق، أقول لك إذا كان الإنسان يقبل على التهلكة وهو جعان بحقله يأكل من لحم الخنزير أو من لحم الفطيسة هذا المسلم، ولا أنه يموت. لا تلقوا بأنفسكم بالتهلكة. أنا بدي أحييك، وبعدين أنت بتدافع عن المظلومين كونك من فئة كانت مضطهدة اللي هي الفئة العلوية في سوريا. لأنه يا ست نوال ما كان بيتا في سوريا يخلو من خادمة علوية، لأن العلويين كانوا يشتغلوا خدم في بيوت السوريين والآن أصبحوا سادة. حقد السيدة الدكتورة على المسلمين أو على العرب لأنهم كانوا يستخدموا العلويات خادمات في البيوت، فمن هذا المنطلق هي تحقد على هذا الدين. الدين أصلا الدين الإسلامي بعكس ما تتحدثوا عنه، الدين الإسلامي أتى رحمة للناس. وأما وإذا لاقوكم الكافرون فجز الرقاب، بالنسبة للآية هاي الكتابية بتكرريها، جز الرقاب معنى إذا لاقوك. سيد أحمد بس خليني وقفك هون. إذا جاء الإسلام رحمة للعالمين، لماذا كانت العلويات يشتغلن خدما في بيوت السنة؟ هل تستطيع طالما هو دين رحمة؟ طالما هو هل دين الرحمة يجيز لك أن تنتهك سمعة نساء يعشن في مجتمع إسلامي سواء آمنا بالإسلام أم لم يؤمنا؟ هل يعطيك دين الرحمة الحق أن تتطاول على سمعة تلك النساء؟ ما تطولت على السمعة. أنا بقول لك بيشتغلوا خادمات كانوا يشفقوا عليهن بيشغلوهن مشان يطعمن أولادهن. السوريين بيشغلوا العلويات. أين العيب؟ أين العيب في أن تشتغل السيدات خادمات من أجل أن يطعمن أطفالهن؟ ما في عيب، ما في عيب، بس العيب أنه أنت عندك حقد من هذا المنطلق. العيب أنه أنت حقدك على الشعب السوري، أو لأنه كان يستخدم العلويين يعني كنتوا خدم في سوريا. أنتوا كنتوا خدم. لماذا كان يستخدم العلويين؟ لماذا كنتم تستخدمون العلويين كخدم؟ طالما الإسلام هو دين رحمة، يفترض أن تسعى الحكومة الإسلامية والدولة الإسلامية إلى تأمين مستوى حياة كريمة لكل إنسان يعيش في هذا المجتمع. ما دمت تدعي أن الإسلام دين رحمة، كانوا يستخدمون العلويين. شاشة ترى بتخلي الواحد يحكي كلمتين وبتبلش بالرشاشة ال 500 وبتقص في علينا قص. إذا احنا بنستخدم كيف بنستخدم من الرشاشة؟ ما بدي واجه، بدي احكي. انت مخليتني احكي يا بنت الناس، ما انت مخلي حد يحكي. انت ما شاء الله عليك يا ساتر يا ولد اللي يقع بلسانك، مالك يا بنت الناس؟ شوي شوي خلينا ناخذ ونعطي بالحديث. طيب خلينا نضل نتابعكم. ها؟ في مجال نحكي؟ نحن نعطيك أخ أحمد. أخ أحمد أنا معك نوال، إحنا بنديك بس يعني لو انتبهت حضرتك كان معك دقائق كثيرة قبل أن تستوقفك الدكتورة وفاء. تفضل. صح. نسمعك. أوكي. خلي بس أنا أبدأ أحكي اللي عندي هي تعقب علي بس إذا سمحت. تفضل. بالنسبة للشعب السوري اللي بيستخدم العلويات خادمات، هيك رحمة لأنهم كانوا هم بيحبوا يشتغلوا هيك مهنة. يعني كل فئة في المجتمع إلها امتهان، تمتهن مهنة معينة. ما تمتهنتم الرئاسة بالانقلاب، قبل هيك كنتوا خدم. لما صار عمل الانقلاب العسكري وصار يحكم هالشعب الطيب، اتحرروا السوريين وصاروا أسياد، من عبيد لأسياد. يعني هذا الغلط وهي ضعف الأمة العربية اللي قبلوا بالنوعيات هاي تحطمهم بس. وانت أنا ما بلومك، بقول لك كويس إنك رحتي على المسيحية، أشرف ما تكوني مع العلوية النصيرية هذولا. يعني لا هم مسلمين ولا هم مسيحية، قال ما فيها المسيحية دين معترف فيه، بس العلوية مش معترف فيها. يعني له مسلم ولا مسيحي. من أنت كي تعترف بدين العلويين؟
من أنت؟ أنت لست إلا حذاء في أقدامهم. من أنت كي تقيم العلوية إذا كانت دينا أم لا؟ كيف تعطي لنفسك الحق أن تقيم ديانة الآخرين؟ أليس في ذلك تعديا على حرماتهم؟ نعم، أن العلويات كن يخدمن في البيوت لكي يطعمن أطفالهن بعرق جبينهن. أما النساء من الطائفة الأكثرية فتمارس البغاء تحت حجابها كي تحصل على النقود اللازمة لإطعام عائلتها. النساء في الأغلبية تلجأ إلى الحجاب كي يستر على البغاء كي تطعم أطفالها. هذا هو الفرق بين النساء العلويات والنساء في الإسلام. ليس عيبا، هناك سيدة مكسيكية تأتي إلى بيتي أكثر من مرتين في الأسبوع وتشتغل وتنظف، وأنا أتعامل معها بكل أدب وبكل احترام. لديها 3 أطفال وهي تسعى لإطعام أطفالها، وطبعا السيدة المكسيكية هي سيدة مسيحية، ولكن أنا لا أقول، أنا أخلاقي لا تسمح لي أن أقول بأن سيدة مسيحية تشتغل في بيتي، وهذا لا يعطيني الحق أن أحط من قدر تلك السيدات. أما أنت فدينك الذي رفع مستوى الإحساس بالعيب عندك وقتل ضميرك يعطيك الحق أن تتطاول على نساء لا عيب فيهن، لا عيب فيهن. عندما يحتاج طفلي إلى طعام وأنا الطبيبة سأخدم في بيوت الناس بكل محبة لأجني لقمة عيشي بعرق جبيني. طبيبة في مدينة حلب السورية، وكنت أمارس مهنتي في إحدى العيادات التي تعود ملكيتها إلى طبيب مسلم سني. كانت كل المريضات قاطبة بلا استثناء تأتي إلى العيادة. معروف في حلب هذه العيادة هي عيادة الإجهاضات. كل النساء عبارة عن فتيات في سنين مبكرة جداً، تقودهن الأمهات أو الجدات، لأن لأحد إما أن فلانا من الناس اعتدى عليها وهي حامل وتريد أن تتخلص من الجنين، وإما لأنها كانت تركب حمارا وسقطت وفقدت بعض الدماء، والجدة أو الأم خايفة أن تكون فقدت عذريتها، ومع التحقيق بينتهي الأمر أنه الأب أو الأخ هو الذي اعتدى على البنت. طبعا أنا لا أستطيع أن أعيب تلك الفتيات. طبعا الخلل ليس عند تلك الفتيات، وإنما الخلل في الثقافة الاجتماعية السائدة التي هي ثقافة بالمطلق. مرة أخرى أنا فخورة بأن جداتي كن يشتغلن خادمات لإطعام أطفالهن. ليس الشغل كخدم عيب، ولكن العيب والقذارة في الدين الذي يعتبر هؤلاء الخادمات مما ملكت اليمين. العيب والقذارة في الشريعة التي تسمح للرجل المسلم أن ينكح مما ملكت اليمين سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. العيب والقذارة في الدين أن يسمح للرجل المسلم أن ينكح المرأة التي يعتبرها مما ملكت اليمين بموافقتها أو عدم موافقتها. وليس العيب في أن تشتغل المرأة خادمة لتعيل عائلتها. أنت رجل فقدت ضميرك، أنت رجل لا تملك أدنى حد من الإحساس بالأخلاق.
يقول السيد أحمد بخصوص العلويين: كانوا عبيدا ثم أصبحوا أسيادا، أين الخلل في أن يصبح العبد سيدا وقد خلقنا الله جميعا أسيادا؟ الله لم يخلق عبيدا إلا في شريعتك يا سيد أحمد، الله لم يخلق إلا الأسياد، ولكن شريعتك القذرة تميز بين الناس فترى فيهم عبيدا وأسيادا. مع كل هذا أتمنى أن يبقى الأخ أحمد من متابعي البرنامج، لأنني كما قلت سابقا وأود أن أكرر نقطة الماء الواهنة، لا بد مع الزمن أن تحفر شقا في الصخر الصلد، وكلمات وفاء سلطان: لا بد أن تحفر يوما شقا في صحراء عقولكم العاقر. أتمنى أن تبقى من مشاهدي البرنامج. شكرا لك وللأخت نوال. أعود إلى مداخلة الأخ الذي عزز فيها ما جاء في رسالتي، هو أن الحجاب لا يحمي من الخطايا السيئة، وذكر عدة آيات بالإنجيل، واحدة منها بما معناه: الإنسان السيء يخرج من قلبه الشرير الشر، والإنسان الصالح يخرج من قلبه الصالح الصلاح. بمعنى أنه الحجاب لا يقدم ولا يؤخر. وقال إن ثقافة انتقاد العيوب في الآخرين أدت إلى عدم الثقة بينهم. وأشار آية أخرى من الإنجيل تقول: اخرج القذى من عينك قبل أن تخرجه من عين غيرك. الأخت ليندا كذلك أشارت إلى أن ثقافة العيب قد أدت إلى عدم الثقة بين الإنسان والناس الآخرين في مجتمعه، وأشارت إلى نفس الآية التي أشار إليها الأخ يوحنا: اخرج الخشبة من عينك قبل أن تحاول إخراجها من عين غيرك. وتطرقت إلى رأي الشيخ وجدي غنيم بالفنانة المحبوبة إلهام شاهين، وأنا أتفق معها أن السيدة إلهام من خيرة الفنانات في مصر. ما بعرف إذا انتبهت الأخت ليندا أثناء إعطاء الشيخ غنيم رأيه بالسيدة الفنانة، قال كلمة قال: يجاهرون بالفسق. كلمة كتير مهمة، يجاهرون بالفسق. هو الخلل في الإسلام ليس في الفسق وإنما المجاهرة فيه. ما يهم السيد طالما النساء في عائلة الشيخ وجدي وفي مجتمعه محجبات، هن لا يجاهرن بالمعصية، هن لا يجاهرن بالفسق. أما فنانة تقف أمام الكاميرا، أعاد العبارة عدة مرات، تقف أمام الكاميرا بمعنى أنها تجاهر بالفسق، هو اختلافه مع تلك النسوة لأنهن يجاهرن على حد تعبيره بالفسق، وليس الخلاف على الفسق نفسه. الأخ عيسى ذكر آيات من العهد القديم، أعتقد الأخت نواد أدرمي يدعم بها صحة آيات القرآن، يدعم بها ويقول هذه عدالة بنفسها أن تأتي بأربعة شهود. ما نفع الشهود وما نفع العقاب إذا كان الرجل المسلم يحق له أن ينكح ما ملكت اليمين إذا أرادت أو إذا أبت؟ يعني ما معقول أبدا. هل استشهادك بآيات من العهد القديم يبرر النجاسة الموجودة في القرآن؟ أشكر الأخت أم النور، تطرقت إلى التناقض في القرآن، قالت: يد السارق تقطع، أما محمد فقد حلل لأتباعه الغنائم وحلل لنفسه خمس الغنائم. وهذا سؤال طالما طرحته على المدافعين عن الإسلام. الأخ الحبيب والصديق الغالي ماهر اتصل من ألمانيا وهو من خلفية إسلامية،
قدم عزاءه لضحايا الشاحنة الإرهابية التي ساقها أحد رجال محمد في شوارع أمستردام البارحة ودهس بها البشر. شكرا للأخ ماهر، أتمنى أن يبقى دوما من مشاهدي البرنامج. أخت نوال إلى الختام. اسمحي لنا هناخد معاكي بالضبط 4 دقائق للمتصلين، معنا 4 متصلين كل متصل في دقيقة رجاء، وبعدين هعطيكي الميكروفون للتعليق والإنهاء الحلقة. خلينا ناخد ثائر، أخ ثائر رجاء دقيقة واحدة المداخلة، تفضل. أولا مساء الخير. مساء النور، تفضل. تحية للمدير المحترم نوال، وتحية السيدة الفاضلة وفاء سلطان. في صلب الموضوع، العيب أخذ مساحة كبيرة ومجال كبير في حياة المسلم، وهو عامل الكبير في تحديد سلوكيات المسلم. المسلمين يعيشون نصف حياتهم، نصفا ظاهريا ونصفا مخفي، لأن العيب يحدده، ونجاحاتهم تكون متى ما أخفوا عيوبهم. الإسلام دمر الذات البشرية في داخل جسد المسلم بسبب العيب. فقط أريد أقول هذا، ما راح أطول عليكم. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا لك أخي سائر، ممنون كثير على المداخلة الحلوة. معنا اتصال على الفايبر، تفضل. من العراق معنا. ألو. اتصال من الفايبر، أهلا وسهلا. مين ألو. معنا؟ مين معنا؟ مساء النور. مساء النور. مين معنا؟ مساء الخير، تفضلي. تفضل. أم كروس من العراق. أم كروس، أهلا وسهلا. ممكن تحكي مع دكتورة وفاء؟ تفضلي تفضلي أخت أم كروس، تفضلي أنا معك. شونك مساء الورد، مساء النرجس على دكتورة، أحلى دكتورة وفاء. تسلمي حبيبة قلبي. بس يعني دكتورة يعني بس أريد أحكي، بس أسمع صوتك بس يعني عذريني، طبي مالتي مو هواية لأني كلدانية. اهلا اهلا بالاخت، اهلا بالاخت. انتم الاصل، انتم الاصل، لان الكلدانيون الاصل. اي اكيد. شلونك دكتوره وفاء؟ الله يحفظك والله يخليك. خليني اياكي. شكرا لك، شكرا للمداخله، وصلت الرساله. طيب معك هيثم، الاخ هيثم. اي فندم، تفضل. ايوه يا فندم، انا اللي اتكلمت. يا فندم انا في حاجه غريبه عندكم، انتوا بتربطوا كل اللي بيعملوا المسلمين بالاسلام، مش بتربطوا اللي بيعملوا المسيحيين بالمسيحيين، مش عارف ليه. برضو لو رجحت انت، هي بتقول التاريخ الدامي، والاستاذ اللي بيقول انه من خلفيه مسلمه وبيعذب، بيقول اللي دهس ده الاسلام ومش الاسلام. هي دخل الاسلام لما اوروبا 30 سنه مات فيها، المانيا ذبح نصها بين الحروب اللي بين البروتستانت والكاثوليك. بتتكلموا انتوا على دي؟ انتوا لو بتتكلموا عادي، ما فيش مشكله. انتوا مش بتتكلموا على دي، العلماء اللي كتلتهم الكنيسه عشان بيختلفوا مع اللي جاء في الكتاب المقدس. يعني علماء مرضوش، في عالم العالم مكليف لما ويلستون اللي مرضوش الكنيسه تدفن، وطلع جثته بعدين بعد ما دفن ورميتها في البحر عشان ما تنجش الارض. ما فيش حد بيتكلم على الكلام ده. يا ريت تجيبوا وبحب لا الله محبه، الله محبه. لو تخش على الانترنت يا فندم تشوف ميت المسيحي اللي بتنتقد الاسلام، انتقد الاسلام، قول الاسلام زي، بس ما تشتمش انت، قول بس. انا كل مسيح اشوفه لازم اشتم. طب ما انت ما تشتميش، انا ما اقدرش اشتم عيسي لان انا بحترم المسيح، ما اقدرش اشتمه مش عشان انا مش عاوز اشتمك، انا قادر اشتمك لان انا بشري ومش حرضى انك تعيب في ديني، مش ان ديني بيقول لي اشتمك برضه، لا عشان لازم ارد عليه، بس باجي عند الحته دي وبوقف. شكرا يا فندم. شكرا لك اخ هيثم. هي المداخله الرابعه، نعود الى الاخ سائر العراق الذي عزز ما جاء في رسالتي أيضا، وقال أن العيب أخذ مجال كبير في حياة المسلمين، وأصبح تقريبا هو العامل الوحيد في تحديد سلوكياتهم، وهذا ما تطرقت إليه في رسالتي لهذا اليوم. قال الأخ ثائر عبارة رائعة جدا، يعيش المسلم حياته نصف ظاهر ونصف مخفي. طبعا انتهى إلى الاستنتاج
بأن الإسلام قد دمر البشرية، وأنا أوافق على تلك العبارة جملة وتفصيلا. الأخت الكريمة من العراق أم كروس تحب أن تسمع صوتي، ولذلك اتصلت وهذا شرف لي. أما الأخ هيثم يحتج على تناولنا للإسلام دائما ولا نناقش الجرائم التي ارتكبها المسيحيون عبر التاريخ، وطبعا هو يشك أنه الله، تقولون أن الله محبة، أين هي المحبة؟ الأخ هيثم، النزعة إلى الشر أعتقد موجودة عند كل إنسان في كل زمان ومكان، والظروف هي التي تعزز تلك النزعة أو تقتلها على حساب ثقافة الضمير التي تنعشها. طبعا خلافي معك بهذا الأمر، لا أعتقد أن المسيحيين الذين ارتكبوا الجرائم ارتكبوها لأن السيد المسيح ارتكبها. هذا هو الفرق باختصار شديد جدا. عندما بدأت بنقد الإسلام وبنقد كل الأديان، وجدت نفسي أمام أمر لا هروب منه، وهو عندما أقارن بين الإسلام والمسيحية، من الخطأ بمكان أن أقارن بين المسلمين وبين المسيحيين. الحق يجب أن أقارن بين محمد وبين المسيح. تلك الجرائم التي أشرت إليها والتي ادعيت أنها ارتكبت من قبل المسيحيين قد تكون صحيحة، وهي صح لا أنكر، في التاريخ الكثير من الجرائم، الحروب العالمية الأولى والثانية ارتكبت من قبل شعوب تدعي أنها مسيحية، ولكن لم ترتكب لأن المسيح ارتكب تلك الجرائم. سؤالي للسيد هيثم، هل سمعت في حياتك أن السيد المسيح حمل سيفا أو قطع رأسا أو رجم امرأة؟ هل سمعت شيء، هل سمعت في حياتك تصرفا للسيد المسيح نستطيع أن نستخدمه في هذا البرنامج لندينه؟ بالمقابل، هل قرأت السيرة المحمدية؟ لا شك أنا قرأتها في المرحلة الابتدائية. هل تعرف ماذا قرأت في تلك السيرة؟ قرأت عن غزوات محمد وعن نكاحاته. لهذا السبب أتناول الإسلام ولا أتناول المسيحية في حياتي كلها، ومن خلال رسالتي لم أسئ إلى المسلمين، لأنني أتناول الإسلام، أتناول العقيدة، لأنني أؤمن بالبرهان العلمي أن الواقع الذي يعيشه أي إنسان هو ناتج حتمي لسلوكياته، وسلوكيات أي إنسان هي ناتج حتمي لأفكاره التي تأتي من جهازه العقائدي. دائما أريدك يا سيد هيثم أن تقارن بين محمد وبين المسيح لكي تصل إلى نفس القناعة التي وصلت إليها. أتمنى أن يبقى الأخ من مشاهدي البرنامج. شكرا لجميع الذين أتحفونا بمداخلاتهم، شكرا للأخت نوال، شكرا للأخوة العاملين في قناة الآرامية. أتمنى للجميع عيد فصح مجيد، وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير يا دكتورة، شكرا جزيلا لهذه المعايدة الرقيقة، ونلتقي معك ومع مشاهديك إذا كان في العمر بقية بعد أسبوعين من الآن إن شاء الله كان لينا عمر. وشكرا جزيلا، وأشكرك وأحييك على عباراتك الأخيرة. جدير فعلا أن يقارن كل شخص مسلم بيشاهد هذه الحلقات وغيرها من الحلقات على الآرامية، أن يقارن ما قاله شخص الرب يسوع المسيح وما يقوله أي شخص آخر،
لعله يدرك النور أو لعل النور يدركه ويدرك ويضيء حياته. شكرا مرة أخرى للعزيزة الدكتورة الفاضلة دكتورة وفاء على كل ما طرحته في هذه الحلقة وجميع حلقاتها حرب بلا سلاح. نشكركم أحبائنا المشاهدين، نشكر كل اسم اتصل في هذه الحلقة. إلى أن نلتقي معكم وحلقات أخرى على البث المباشر من الفضائية الآرامية.